ترون جميع ما في القسم هم أوزان قليلة. بحاجة إلى رعاية أو مكثفة على مدار الساعة، ولكن ما ينقصنا هو الأدوية الرئيسية زي الكافيين سيتريت والمضادات الحيوية أمبسلين وجنتاميسين. احنا ما بدنا مساعدات، احنا بدنا نرجع بيوتنا نكفي قتل في أولادنا وذبح فينا. احنا لا بننام ليل ولا نهار، لا من الضرب ولا من الحرب اللي احنا عايشينها والذل اللي احنا عايشينه. حرام بكفي عاد، مش قادرين نصبر دبنا واحنا قاعدين.